يملأوا من طموح وتجتمع جهودهم من أجل خلق مشاريع إنتاجية وخدماتية كل حسب تخصصه. سنة 2000 كنا مديرين المشروع هذا، فالحمد لله لأنه نجح. زلنا في 2008 درنا توسيع المشروع تاعنا، خلقنا نشاط أخر بجانب الخزف والرقام وفي الديكور الداخلي. وتجسيدا لبرنامج ترقية التشغيل، استفاد عدد من شباب بداية سطيف من عقود عمل في مختلف القطاعات. ومن المهام الرئيسية للمنسج أننا نبحث على شركاء متعاملين وموجودين خاصة المؤسسات العمومية، قصد خلق مؤسسات مصغرة اللي بواسطتها رايحين نحاولوا كيفاش نخلقوا مؤسسات اللي تتعامل مع المؤسسات الكبرى هذو، وخاصة منها المؤسسات الاقتصادية. هذا وتم عقد اتفاقيتي عمل بين قطاع التشغيل ومؤسسة اتصالات الجزائر بهدف اكتساب خبرات مهنية تواكب الحركية الاقتصادية الوطنية. إلى المجال الفلاحي حيث يأتي تنامي إنتاج مادة الحليب بفضل برنامج